بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فهذه قراءة لأرجوزة التثبيت في ليلة التبييت أو منظومات القبور، من نظم العلامة السيوطي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على منظومة القبور من نظم العلامه السيوطي رحمه الله تعالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله علي الاسلام والشكر لله على الإنعام، وأفضل الصلاة والثناء على النبي خاتم النباء. على النبي خاتم الانباء في نسخه. واله اهل النهى وصحبه وجنده اهل التقى وحزبه وهذه ارجوزه مفيده ضمنتها فوائدا عديده في فتنه المقبور حين يسال وما اتى به النبي المرسل صلى الله عليه وسلم وجوب الايمان بالسؤال اعلم هداك الله للرشاد موفقا لطرق السداد أن الذي عليه أهل السنة بحجج أمضى من الأسنة أن سؤال الملكين من قبر حق وليمان به فرض شهر أتى به القرآن بالإشارة ووافقت آياته آثارة تواتر به الأحاديث التي قد بلغت ستين عند العدة والآية السؤال فيها كامن يثبت الله الذين آمنوا وكوننا إذا كشفنا الموت لم نر جسما منهم وصوت أجاب عنه مالكي المغرب أعني أبا بكر هو ابن العربي بأنما الإدراك معنى يخلق لمن يشاء ومن يشاء يوثق وليس بالطبع ولا بالذات ولا بأسباب ولا صفات ألا ترى جبريل حين أنزله بالوحي تكليما كمثل الصلصلة يسمعه النبي ثم يرفع وصحبه من حوله لم يسمعوا ونحو هذا القول في المراد حاله الإمام في الإرشاد وحجة الإسلام في الإحياء وكم إمام راح ذا اقتفاء فكن بهذا جازم اعتقادي تسلك به في سبل الرشاد وإنما المنكر للسؤال ذو ابتداع وذو اعتزال حكمة السؤال قال الحليمي من الأصحاب في حكمة السؤال والجواب: القبر بعد الموت للإنسان هو الطريق للمقر الثاني. فيه يكون الفحص عن إيمانه لتعرج الروح إلى جنانه إن كان معدودا من الأبرار أو هوات كان من الفجار. وهو نظير وقفه في الحشر مستعرضا أعماله في الجسر فإن يكن برا أجيز أو لا ألقي في جهنم فأولى وقال آخرون لما أرسل نبينا بالسيف رحمة إلى صلى الله عليه وسلم أظهر قوم من عظيم الخوف إيمانهم خلاف ما في الجوف فقيض الله لهم فتانا في القبر حتى يفتن الإنسان لكي يميز المؤمن الصادق من منافق إذ كان قبل لم يبن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم الجواب كان يقول المصطفى تعلموا حجتكم فإنكم تكلموا وكانت الأنصار توصي المحتضر ومن يميز من غلام ذي بصر تقول إذ ما سألوك فقلي ولا تكن في الحق بالمزلزل الله رب ديني الإسلام محمد النبي الإمام صلى الله عليه وسلم الأمر بتلقين الميت بعد دفنه قد أمر النبي بالتلقين من بعد سن الترب للمدفون من بعد شن الترب للمدفون وقيل قبل أن يهال الترب وإن يعد ثلاثة فندب ومثله جاء عن الصحاب وطلب الثبات ذو استحباب اختصاص هذه الامه بالسؤال. خص نبي الله فيما قد ذكر صلى الله عليه وسلم بانه يسال عنه من قبر ولم يكن ذا لنبي قبله ابان رب العرش فيه فضله. ولم يكن لامه من الامم من قبلنا قط سؤال ملتزم نص على ذاك كبير القدر الترمذي وابن عبد البري واخرون عمموه في الامم وبعض اهل العلم نحو الوقف ام قالوا من لم يدفن والمصلوب ومن تفرقت اجزاؤه ومن اكلته السباع ومن ينقل والغريق ويسال المطروح والمصلوب والحي عن رؤيته محجوب اذ لو رايناه مقاما مقعدا لذهب الاصل الذي قد عقدا من فرض ايمان على الانام بالغيب عما ثم من احكام ويخلق الله الحياه في الذي تفرقت اجزاؤه او بعض ذي ثم يوجه السؤال غير مين نص على ذاك إمام الحرمين وقد حكى في شرح الجزول في ذاك خلفا عن أولي النقول فقيل إن كل جزء يجمع وقيل يحيى منه جزء يسمع أو جزء قلب أو دماغ حل وقيل بل في كل عضو حل روح له حينئذ على حدة فهذه مذاهب معددة فهذه مذاهب معددة من تأكل السباع والأطيار يسأل حين يحصل القرار في جوفها من غير ما مجاز نص عليه هكذا البزازي ومن بتابوت وشبه جعل مدة أيام لكي ما ينقلا فذاك لا يسأل ما لم يدفني كذاك أبداه بنص بيني ويسأل الغريق في البحار حين يغيب نصني كساري حين يغيب نصني كساري من خص بعدم السؤال واستثني جمعا ما لهم سؤال خصيصة من بها المفضال الأول الشهيد أي من يقتل نص النبي أنه لا يسأل صلى الله عليه وسلم نص النبي أنه لا يسأل وكم إمام راسخ قد وافى به ولم يحكي به خلافا لكن حكى الخلف بالجزول وأنه من جملة المسؤول ثاني الذي لا يسأل المرابط روى الأحاديث بذاك الضابط الثالث المطعون حين ألحق بالشهداء في حديث صدق ومقتضى ما قد رواه القرطبي كل أخي شهادة بذا حبي. كل أخي شهادة بذا حبي الرابع الصديق ذو العرف الشذي، نص عليه القرطبي والترمذي، لأنه من الشهيد أعلى مرتبة فهو بذاك أولى. ومن هنا يقطع بانتفائه عن رسل الله وأنبيائه. عليهم الصلاة والسلام. فكم إمام قاله وكم أمم، والنسف في بحره به جزم. والشيخ سعد الدين فيهم نقل خلفا وهذا الخلف مما أشكل والنيك سار قال خلفا وهذا الخلف مما أشكل والنيك سار قال إن المسألة عن النبي جل من قد أرسله صلى الله عليه وسلم يسأل عنه غيره في رمسه فكيف يسأل النبي عن نفسه صلى الله عليه وسلم والفاكهان قال في الملائك الظاهر انتفاه عن أولئك قلت وأما الجن فالأدلة تعمهم فيسألون جملة الخامس الأطفال دون الحنث في أرجاح قوليهم وجزم النسفي وذاك مقتضى مقال النووي وابن الصلاح لا يلقن الصبي فالزركشي أضحى له معللة بأنه في قبره لن يسألا وقيل إن كل طفل يسأل ويحصل العقل لهم ويكمن والله يلهم الجواب عما قد عهد الذر عليه قدما قد قاله الضحاك ذو الإحراز وهو الذي أفتى به البزاز والقرطبي والفاكهان جزما به وجمع من كبار العلماء وصرح ابن يونس من صحبنا بأنه يندب ان يلقن قال وفي تتمه قديمه قد لقن النبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم على كذاك في تعليقه القاضي حكي وفي النظام وهو لابن وهو لابن وفي النظام وهو لابن فوركي واستغرب السبكي هذا الاثر فما له في كتبه اصل يرى والفاكه في ابله توقف وذي جنون او بفتره وفا ومقتضى الروضه الا يسال غير مكلف ومن له تلا، السادس الميت يوم الجمعه او ليله لسنه مرتفعه، حسن ذاك الترمذي والبيهقي وكم له من شاهد مصدقي، لكنه في مشكل الطحاوي بنقده ضعف فيه الراوي. السابع القارئ كل ليلة، تبارك الملك يريد نيله، ففيه أخبار ذوات عدة، وبعضهم ضم إليها السجدة. سؤال الكافر وأطفال المشركين، قال ابن عبد البر فيما نقلوا: الكافر الصريح ليس يسأل. وإنما السؤال للمنافق منهم كما دل حديث الصادق صلى الله عليه وسلم والقرطبي خالف وابن القيم والأول الأرجح عندي فافهمي والوقف في سؤال طفل المشرك يقال عن أبي حنيفة حكي اسم الملكين وصفتهما وكيفية السؤال إذا تولى الناس من بعد الدفن ردت إليه روحه إلى البدن وكله يحيى لدى الجمهور لا جزءه لظاهر المأثور وجاءه المنكر والنكير وصفهما بين الورى شهير جعدان أزرقان أسودان شعرهما يسحبه الرجلان صوتهما كمثل رعد قاصف والعين يروى مثل برق خاطف أو كقدور هي من نحاس وكله بشبه الأنفاس قد حفر الأرض بأنياب ترى مثل صياص بقر قد أثرا ومعهما مرزبة لو يجتمع أهل من لرفعها لم ترتفع عليهما الصلاة والسلام وهكذا الملائك الكرام فينهرانه ويقعدانه وبعدما يقعد يسألانه عن ربي ودينه سليبا وعن نبيه لكي يجيب صلى الله عليه وسلم وثرثراه ثم تلتلاه ووهلاه ثم هولاه وكرر سؤاله في المجلس ثلاث مرات بلا تأنس وهي أشد فتنة يلقاها العبد طوبى للذي يقاها يبدو له هنالك الشيطان يومي إليه قاله سفيان وليس عن غير اعتقاد يسأل أتى بهذا خبر مفصل أتى بهذا خبر مفصل ويسألان كل أهل الأرض كحال عزرائيل عند القبض هذا الذي نص عليه القرطب وهو الذي أختاره وأجتبي واختار في منهاجه الحليم تعداد هذا الملك الكريم وقال بل ملائك السؤال جماعة ككاتب الأعمال فبعضهم بمنكر يسمى وبعضهم له النكير واسمى فيرسل الله لكل ميت اثنين منهم بعثا للفتنه ومن يقل يمثل النبي قال عياض ما هو المرضي وهكذا اجاب فيه ابن حجر وقال لا اصل لهذا في الاثر ومن غريب ما ترى العينان ومن عجيب ما ترى العينان ان سؤال القبر بالسريان أفتى بهذا شيخنا البلقين أفتى بهذا شيخنا البلقيني، ولم أره لغيره بالعين، ولم أره لغيره بعيني، ولم أره لغيره بالعين، وضبط منكر بفتح الكاف، فلست أدري فيه من خلاف، وذكر ابن يونس من صحبنا أن اللذين يأتيان المؤمنا اسمهما البشير والمبشر. ولم أقف في ذا على ما يؤثرون ذكر الملك الثالث والرابع وقد أتى في مرسل مضعف أن السؤال من ثلاثة يفي أو أربع أولئك الاثنان وألحقوا ناكور معرومان تكرير السؤال سبعة أيام يكرر السؤال للأنام فيما رواه في سبعة أيام كذا رواه أحمد بن حنبل في الزهد عن طاووس الحبر العلي وبعده أبو نعيم خرج في حلية فيا لها من درجة إسناده قد صح وهو مرسل وقد يرى من جهة يتصل فحكم الرفع كما قد قالوا إذ ليس للرأي به مجال فليس للقياس في ذا الباب من مدخل عند ذوي الألباب وإنما التسليم فيه اللائق والانقياد حيث أنبى الصادق صلى الله عليه وسلم وفيه أن قد كانت الصحابة يرون إطعاما له استحبابا في طول تلك السبعة الأيام معونة في ذلك المقام ومثل هذا جاء عم جاهدي فيا له من عاضد وشاهد وعنه أيضا تمكث الأرواح في قبورها سبعا بلا منصرف روى الجميع في القبور ابن رجب وهو امام حافظ ومنتخب وعن عبيد بن عمير ورد وذاك فيما ابن جريج اسند بانه يفتن سبع مؤمن بانه يفتن سبعا مؤمن واربعين ذو النفاق يفتن وابن جريج اول الذين قد صنف الكتب لنا تَدْوِينَ نص عليه احمد بن حنبل وغيره من كل حبر معتلي وكم امام قد حكى في كتبه ما قد عزي لابن عمير فانتبه كحافظ الغرب ابن عبد البر في تمهيده وكم له من مقتفي تلاه في شرح المغطى المغربي ابن رشيق وكذا ابن رجب وابن عمير من مجاهد اجل كذاك من طاووس الحبر البدل اقدم عهدا واجل رتبه فانه تعزى اليه صحبه أقدم عهدا وأجل رتبة، فإنه تعزى إليه صحبة، فإنه تعزى إليه صحبة، إذ في زمان المصطفى قد ولدا صلى الله عليه وسلم وقال قوم بلقاه سعدا، وإن يكن راجح أن يعد في كبراء التابعين جدا، بمكة قد قص في عهد عمر، وذاك أول امرئ بها ابتكر فإن يقل فأكثر الأخبار خالية من صيغة التكرار جوابه أن السؤال فيها مجرد عن الذي ينفيها فكل ما جاء من الأفراد يصدق بالمرة والتعداد فحكم هاتك كحكم المطلقة وحكم هذه كزيادة الثقة ألا ترى للقرطبي إذ جمع بين روايات بها الخلف وقع بأن راوي البعض لم ينف الذي أثبته الآخر فاجمع ذي وذي وجاء عن عبد الجليل القصري في شعب الإيمان قول فدري الروح إما تكفي في نعيم أو في عذاب دائم أليم أو يك محبوسا إلى الخلاص من ملائك الفتنة فافهم واستبن وعنه قد أورده الجزول مرتضيا في حيز القبول وهذه المسألة الشريفة أودعتها كراسة منيفة، ضمنتها فوائد نفيسة، لمن له أهلية أنيسة، إذ شهرت عني ملء البلد ولم يكن يعرفها من أحد، وإنما بادر بالإنكار من ليس أهل الحفظ للآثار ومن غدا ليس من أهل المعترك وذاك ذو حماقة وذاكرك فصنت ما ألفته عن بذله لأنهم لم يغتدوا من أهله، لأنهم لم يغتدوا من أهله، فإنما يصلح للإفادة ذو أدب ترجى له السيادة، فإنما يصلح للإفادة ذو أدب ترجى له السيادة، خاتمة لا لك أن يروى في السنة عن بعض أهل الكشف أهل الرؤية بأن ثم ملكين ينزلان يلقن الحجة حين يسألان وعن شقيق أن من يعاني تعينه قراءة القرآن تعينه قراءة القرآن وفيه جاءت عدة آثار وبعضها أخرجها البزار هذا تمام ما أردت نظمه فالحمد لله الذي أتمه نظمت للمؤمنين تبصرة أرجو به التثبيت عند الثرثرة أرجو به التثبيت عند الثرثرة في مئة ونصف يا سوية في نسخة في مئتين قد غدت سرية أبياتها كالأنجم الدرية وأحمد الله على ما يلهم ثم على نبيه أسلم صلى الله عليه وسلم